بشيء لمستقبل سليمان كانت تكون الكارثة الكبرى، على الشيء اللي ريناه والاسم اللي لعب نتاع الاربيتر وحكينا فيه قبل، هاو كلوبيست هاو كذا. اللي ريناه في المقابلة رينا كسيمة واحدة الحقيقة، وتتعدى على برشا حكام حتى شنو يغادر. اكسيون واحدة؟ رينا الاكسيون تاع البيلانتي اللي بعثت كلاف على قطعة يعني. هي بالنسبة اللي نحكي لك انا المهمين المهمة، باهي المهم انا بالنسبة لي انا، انت اعطيني باللقطة باللقطة، تحب انها تحب تفضل، نحكي عندك عليها. مسج، عندك مسج انت. نسيت انا بالنسبة لي انا اللقطة اللي موجودة في الواحد بشيء، ضربة الجزاء اللي تم الدفع وما كان حتى إمكانية للمدافع باش يلعب الكرة، ما كان حل يدفع المهاجم بطريقة قوية شوية، كان تمام المراقب معناها الاسيستون الاولاني والحكم. هنا الحكم نجم نقول لك كان مال بلاسي، كان فما مدافع اخر مغطي عليه يقول لك بالكش يحسبها في مخه دفع خفيف، لكن حسب ما ريناها نحن في اما الدزويت مختار قبل الجوج راه اي هما جوج الجوار وقت اللي اعطاه معناها الدفع باش يراه كان الاربيتر، خاطر التواج ديجا الاتاكون قدامه ما ينجمش يراه، الدفع كان موجود وكان على الحكم الاعلان على ضربة جزاء. دعا والديه، يمكن هو مرضي والديه، الريزولتا خدمته الحقيقة، الوليد هذا كان مشي تذبح كان خرجت ريزولتا بالتراجي، والتراجي زاد محضرة لكونها مش حابة تتظلم في الماتش هذايا بالذات على يدين الوليد هذايا. اسلام اللي باش نقوله لك وقلته قبل، يظل لينا حكم قلت المره اللي فاتت، راني نقول شباب شباب تحكيميا معناها، شفت معايا سي رضا يظل كلامي، الوليد كفرونيت ويجبد فيها يخرج فيها يعطي في ليزافونتاج، شباب في تخريج السفره يعرف كيفاش يحكي، هذوما ايش نعم بيك ما يعطينيش بيننتي في ال يعني فسرت لك لا عاد صار ريف راه حتى بيننتي حسب رايي انا نعرف هو لا لا انا فسرت لك انا ما خاطر هو يشكر فيه معناها لا لا نحكي على مستقبلا كما حكيت تو فنيا على مميش انا نحكي على المستقبل باش يصلح الاربيتر راني وعطيتك راني قلت لك مرضي والدي هذولي عنده شكون قدام التلفزه قاعد يدعي فهمتني اللي خرجت له ريزولتا واحد واحد اسيدي تصير كارت نحكي حتى على مستوى لجنة التحكيم راي التراجي مش باش تسكت علاش خاطر فما كسوحية راس من اللجنة هذية ما زالت تتعين وما زالت تقول لا وما مبدلش وما نعملش الوليد عدى ما تشوه الريزولتا خدمته مستقبل تحكيم في تونس ان شاء الله نراوه في مراتب اخرى ونراوه متقدم وهذا ايش عندنا تحكي عليه في دقيقه 33 دقيقه 33 بالنسبه لهدف الترجي الرياضي التونسي حمزه جلاس اللي سجله وتم الغائه لا هذا اغزل فما حاجه تعرف اسلام علاش ما نحبش نغلط العباد اللي كاميرا ما توريش انا اللي ريت واجتهدت وحليت على الاكرون وثبتت ما تنجمش باش تقول لي فما نجم يشوفهم لك التواج فما حالات اسلام نحن حكينا فيهم قلت لك راني ما ناخذش مسؤوليه تيران تعيس وكاميرا ويت ما فماش باش نجي نبدا نقول للترازي ظلمت ولا دقيقة 55 بينالتي اخرى طلب حسام تقا لا لا غير موجود غير موجود فماش بينالتي ما فماش ضربة جزاء ضربة الجزاء الوحيدة شفناها اللي هي العباد كل شافتها هي الدفع من مدافع سليمان معناها الملخص ترجي كان يستحق بينالتي ما خذاهاش ايوه في الواحد بشيء زيادة سي مختار بربي مادام نحكيو على التحكيم اذا تسمح لي خويا سلام اي تفضل ما تشوفش اللي ماشيين في عملنا لو شامبيونات زيد رانا باش ندخلوا في متاهات كبيره خويا هذا اللي قلته سيدي شوف انا نقول المتفرج ومشجع الجمعيه وقتها يتنرفز على ما زفرش بينالتي ولا بينالتي ولا مش بينالتي لكن في اعاده الكاميرا كي تعاودوا لك وقت التدقيق تقول سيفري هذه ماهيش بينالتي سيفري هذه بينالتي ما تشوفش هو انه الفار هذايا ما يهبطش شويه التونسيون بس با فري صحيح العالم الكل يا مختار راني قسما بالله راهو شيء يهبل راهو العالم الكل شي تقول لي احنا في تونس ما عندناش لي مويان لا عندنا تيرانات لا عندنا كاميرا اي وين ماشيين بها المشاكل نتاع الاربيتراج باش تولي سامحني خلينا نكمل خويا طارق راهو راهو احنا ونمشي ونوقف صحيح راهي المشاكل يوم. المشاكل بين الجماهير راهو تسبب في توا تحكي لي انت ولا بينالتي ما عطاهاش وانا نقول لك ماهيش بينالتي اه يا سيدي لكن انت لما تعمل لي الكاميرا هذه بتاع البار وتعاودها لي وانا مقتنع اللي ماهيش بينالتي عندك الحق تعرف نتكلم نسكت اما اذا تخليوها في المهموته هكا راهو باش تقوى سيزون
وراي باش اكثر المشاكل. نعطيك معلومه في بالك احلى يا مسؤولين على الدوله، يا مسؤولين على الدوله، ونعاود القول، ردوا بالكم راهو من مشاكل، احميوا الحكام، راهي المشكله اللي باش تصير راهو في قادم الايام، وهاو تذكروني لابد الدوله تشوف حل. ما فما يلزم تنقص من المشاكل. نحكي لك حكايه سي رضا، معقوله هذه دواء في تونس؟ ريت في تونس ها باش نعطيك وصارت عام ناول، ريت الفار ما عنده حتى قيمه في الشامبيونات تاع تونس. باش تقول لي الفار احنا لا فار ولا ما احنا ما نسلمين مش جايه، باش نقول لك علاش. عملوا فما اهداف تسجلت بالفار يا خويا سبحان الله، فما اربيتراجات يميلوا للفريق هذا تتفرج فيه، انت تقول راي صحيحه تبدا ماهيش بلاتي ويحب يسافر لك بلاتي يسافرها، شو باش تعمل له اليوم؟ عندنا الفار، حتى في الفار عندنا المشاكل راه مع لا نجحنا لا في الفار. اقل اقل مشاكل صحيحه والله يا طارق والله، لكن عملوا صارت اهداف وريت وما نحبش نسمي وما نحبش تطول مشات العامنيه. ساعات الاربيتر ما يحبش يرجع لك. انا نخسر لها بيلانتي، الاربيتر حاجته بيقول لك راهي ماهيش بيلانتي، شو تعمل له؟ باهي يا مروان، معناتها حكايه فارغه الفار. باهي سامح، خليني هكا امور ديما تمشي على سوء نيه. باهي سامح والله، ما اعطينا حل. احنا ديما سوء نيه. اي نحكي خليها هكا خير، حتى تاكل بعضها. يبقى هذاك احنا منها تاكل بعضها ومنها تاكل بعضها، والله تمشي هكا من غير فار خير في تونس، من غير فار خير. خليني نكمل بركة كلمة. راهو الفار سي رضا راهو يجي في مرحلة أخرى بعد ما تكون تيراناتك وبعد ما تعمل نحكي بصفة عامة يا مختار. اسمعني خليني نكمل لك. نحكي بصفة عامة على الدولة. خرجتوا بينا على الموضوع. نحكي بصفة عامة. تو نحلوا موضوع التحكيم ونحكي بصفة عامة. تابعنا الاربيتراج يا سلام. تابعنا الاربيتراج مشاكل فما. سي رضا الفار راهو يجي في مرحلة أخرى بعد ما تسوي وضعية الحكام وتخلي الحكام يخدم مرتاح. سيدي نعطيك حاجة، برشا حكام يكلموني يقولوا لي حتى باش نمشي نشوف لقطها الجمهور ما يخلينيش. صدقني يبدا يتفرج ويخزر الدبوزه تجيش عليه كارثه وحشوميه وكذا. معناها ما نكذبوش على بعضنا، كي انا مع مروان نحينا الفار، الفار سيدي سامسرو فيه والله. الفار يتكلف في الماتش 5 ملايين، تعرف قسم تكلف على الجامعه 14 مليون. معناها شفت من راس تحت راس، اللي جاي بالشركه لازم ياخذ، واللي جاي بدري شنو لازم ياخذ، واصل ب 14 مليون. الماتش ب 14 مليون؟ ب 14 مليون. في بالي اكثر انا. لا ب 14 مليون معناها كامل. بالله مختار باش نسالك. بالي 50 انا. مختار. لا سيكيو سيور باش نسالك حاجه برك. وما يوصلش ل 5 ملايين. سيكيو سيور طلع شو باش يصير وانت تعرف، انا متاكد منها. اللي باش يقربوا يلعبوا على الشامبيونا كيما نقولوا ظاهره مثلا باريزومبل ليكيبات الكبار، اليوم باش يستعمل لك الفار. هكا ولا باز باش يستعمل الفار هكا ولا مازال فماش لحد الان نحكي لك باش تصير هكا الفار التيرانات نتاعنا مهيئه الفار اللي باش يلعب كيما نقولوا اللي ما تشويت لك باش نحكي لك من بعد باش نحن بطولتنا راهي لعب حوم تو تشوف في الانجليز ولا في الواحد التلفزه اللي موجوده عند لونترونور كي يحير يرجع للادجوان نتاعو يقول له وريني لاكسيون هذه شنو ويبدا اكثر موجوده حتى في السعوديه. في السعوديه معناها هنا انا قلتها من المنبر هذا ونعاودها، راهي بطوله صعيبه 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 على الحكام. باهي كانت هذه فقره موفيولا.